واكيد طبعا مباراه مهمه جدا يوم السبت المقبل الساعه 9 مساء على استاد السلام، الاهلي وحوري الغيني، واخر استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. طبعا هو امبارح كان في اجتماع امني، والحمد لله احنا يعني نقلنا المباراه بتعاون الامن وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب، بذل مجهود كبير بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضه ومع الاجهزه الامنيه، نقلنا المباراه من برج العرب لاستاد السلام. طبعا استاد السلام انت عارف ساعته 25,180 مقعد، احنا اخذنا الحمد لله امبارح من الامن 15,000 مقعد، يعني بنسبه مش هنقول 75%، ولكن احنا اخذنا نسبه 65%، وده بالنسبه لنا مقبول جدا. انا عايز اقول لك يعني الحجز الاونلاين، التذاكر اللي طرحت لجماهير النادي الاهلي نفذت، وان شاء الله باذن الله يستلموها مننا بكره في الاماكن اللي هم بيستلموها منها على مستوى المحافظات ان شاء الله باذن الله. عندنا تذاكر اعضاء الجمعيه العموميه باذن الله هتنزل في المنافس بكره اعتبارا من الساعه 12 ظهرا على مستوى الثلاث فروع هتبقى موجوده. تمام. في تنسيق الحمد لله مع الامن، اجتماع الامن امبارح توصلوا ان البيبان الاستاد هتكون جاهزه ومفتوحه لاستقبال الجماهير في الساعه 3، هتقفل البيبان الساعه 8 ان شاء الله. طبعا احنا برضو بندعو جماهيرنا، انتوا بتقولوا مش عايزين نروح برج العرب، واحنا بنناشدكم النهارده ارجوكم لو سمحتوا الالتزام التشجيع المثالي دايما، وقوف في ظهر فرقتنا، احنا عندنا مشوار مهم قوي قوي، الافريقيا اهم بالنسبه لنا، وانتوا عارفين كل الناس بتبذل مجهود عشان خاطر بطوله افريقيا وحلم الاهلاويه تاني نرجع كاس العالم ان شاء الله. فالبيبان هتفتح الساعه 3، هتقفل الساعه 8، ارجو حامل التذكره بس هو اللي بيروح، الامن هيتعامل بقى هيبقى موجود ومحيط بالاستاد، معانا شركه امن برضو على اعلى مستوى هتبقى موجوده، معانا النهارده برضو نفس القصه مراقبين الامن تحت اشراف الزملاء العميد علاء صلاح الدين، العميد محمود حزين، كابتن اللواء عماد فوزي، الاداره موجوده معاكم من بدري، عايزين النهارده برضو نظهر بالشكل المثالي باذن الله عشان نكمل مشوار افريقيا ان شاء الله باذن الله في القاهره، والاعداد بالنسبه لنا تزيد باذن الله. اكيد يا سياده العميد، الجماهير ما بتصدق، انت عارف جماهير الاهلاويه كمان ما بيصدقوا يبقى في مناسبه ان هم يشوفوا النادي الاهلي فيها، وكمان مناسبه افريقيه، كمان متعطشين ان هم يشجعوا النادي الاهلي بعد غيبه. يعني حضرتك بتقول 15,000 متفرج، يعني ساعه كبيره جدا من استاد السلام اللي ساعته 25,000 متفرج. انا الناس بيكلموني من بره مصر عايزين يحجزوا تذاكر على الانترنت ومش عارفين يعملوا ايه، عايزين يحجزوا تذاكر يجي يحضروا مباراه ويرجعوا تاني بلدهم او مكانهم اللي هم قطعوا التذاكر منه. انت عارف احنا فتحنا طبعا الموقع الالكتروني، فتحناه اول امبارح، واول لما اتفتح غالبا التذاكر الحصه المخصصه للجماهير خلصت. احنا كنا طارحين 7,000 تذكره جميع الفئات، يمكن النهارده برضو اكتشفنا اللي فيه اكثر من 30 تذكره مقصوره تم شرائها عن طريق الاونلاين، بالظبط 300 تذكره درجه اولى ممتاز تم شرائها عن الاونلاين، بالاضافه الى الاعداد الاخرى التذكره الموحده، ودي ظاهره كويسه الحمد لله رب العالمين. فيعني انا طبعا يعني على قد ما بنقدر بنحاول نراضي جماهيرنا وبنراضي اعضاء الجمعيه العموميه، لان كل في الاخر جمهور النادي الاهلي حاجه واحده. أكيد. على قد ما نقدر بنحاول نوفرها. ال 15,000 تذكره النهارده بنقول في ايدينا اللي هي توصل ل 50 وترجع تاني 60,000، ولكن عايزين الالتزام. اكيد. المباراه تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. اكيد. وربنا يكرم باذن الله ويوفق الجميع ان شاء الله. سياده العميد، كل التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي فيما هو قادم باذن الله، بشكرك شكرا جزيلا، وربنا معاك ان شاء الله في المسؤوليه الكبيره بتاعت حضرتك، وانا عارف ان حضرتك قدها وقدود، وان شاء الله تشرف النادي الاهلي في كل مكان.